بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائنا الطلبة وحياكم الله في محاضرة جديدة. راح نحل اليوم طبعا على حل الطالبة وديان حسام عاشة تيدجا وديان، حل جدا مرتب واتمنى لك يا رب الموفقية. طبعا هذا التم الواجب اللي اعطتكم اياه بالمحاضرة السابقة، وهو عبارة عن جمل اريد من عندك تحليها بزمن المضارع التام. Ever you، الحل هنا راح يصير Have you ever been to USA؟ طيب الجملة الثانية أنا قايل لك she never، الحل راح يصير she has never eaten. الجملة الثالثة راح يصير we have recently flown، we have recently flown، we have recently flown. الجملة الرابعة he ever you، الحل هنا رقم أربعة راح يصير has he ever seen your movie. خمسة I haven't heard that song، لم أسمع تلك الأغنية. I haven't، طبعا هاي مثل ما تشوف هذا الحل مثل ما تشوفون قدامك. رقم ثمانية you dance، ترقص. You have danced. رقم سبعة have you ever gotten. You have gone to Brazil. Have you ever had. هنا have وهنا had. They have a blade. 11 we have not visited. سؤال have we، نفي we have not. He has never drunk. You have not tried. Has she ridden. صير هنا ridden تصريف ثالث. They have recently bought. Have you ever read. طبعا هاي read هي نفسها تصير بس النطق مالتها يتغير. We have recently met. I have never listened. She has found. Or she has not found. They have studied. هذا هو الحل. قبل أن نبدأ بالمحاضرة رقم سبعة أذكركم بقول الشاعر اللي يقول لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. لا عبالك المجد سهل وقبل بسرعة تعلم اللغة الإنجليزية خلاص الموضوع بسيط. ما راح تتعلم لغة إنجليزية وتتحسن وتصير بطل وتصير قوي باللغة الإنجليزية حتى تلعق الصبرة. أريدك تذوق المر، لأن مو كل واحد ينجح يا أخوان. ليش اللغة الإنجليزية مو كل واحد ينجح بيها؟ لأن اللغة الإنجليزية تريد تعب، تريد أبطال، وأنتم والله العظيم أبطال. والله كل واحد ده يسمعني هسه أقسم بالله العظيم وأنا مسؤول عن هاي كلمتي وعاتبوني عليها، والله العظيم منكم أبطال، والله بدون مجاملة، والله العظيم. وهذا يعني مو مجاملة ولا أي شيء، بس والله أنكم أبطال. اللي بقى وياه يستمر لحد هاي اللحظة المحاضرة رقم سبعة فعلا هذا بطل ويستحق أنه يكون بطل باللغة الإنجليزية. فأنتم أبطال والله العظيم، عندي فخر بي، يعني عندي كل يعني كل 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 آني اعتزاز، وعندي أمل بكم كبير جدا راح تصلون إلى شيء جميل جدا باللغة الإنجليزية. بس استمر. طيب المحاضرة السابعة عندنا أفعال أخرى جدا مهمة، واليوم اليوم راح نكون حافظين 80 فعل. يا شباب يا بنات، تعرف شنو يعني 80 فعل؟ انت حافظ 80 فعل، تعرف الماضي وتعرف المعنى وتعرف اللفظ وتعرف تخليهن بزمن وتعرف تنفيهن وتعرف تسأل، وهذا سابع زمن. يعني انت اليوم امكانيتك كلش حلوة، استمر. طيب المحاضرة رقم سبعة عندنا help يعني يساعد، hide hidden hit يضرب مثلا او اصطدم، hurry يسرع، hurt يؤذي، imagine
يتصور أو يتخيل، include يتضمن، introduce يقدم، يقدم شيء أو مقدمة، introduction مقدمة، invent يخترع يعني يخترع شيء، و invite يدعو، invite يدعو. هاي الأفعال مثل ما علمتك وقلت لك التكرار والحفظ والإعادة، تكرار وإعادة، أعيد وأكرر وأكتب. دائما أرجع وأقولها، وين ما تلقى دورة، وين ما تلقى كتاب، وين ما تلقى سلسلة فيديوهات، تطور من نفسك، لا تظل قاعد، اسمع، تغير، لا تظل بهاي عقليتك الجامدة اللي أنت تقول كل شيء صعب، ما راح أعرف، ما كذا، تعلم، طور، تغير، لا تظل عقلك محدود، اسعى، اسعى لتغيير أفضل وأفضل. هذا اللي أحب أقول لكم إياه. طيب اليوم راح نحكي عن زمن الماضي التام. القاعدة ما زمن الماضي التام فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة، فاعل هاد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة، فاعل هاد فعل بي اي ان جي تكملة، فاعل هاد فعل بي اي ان جي تكملة. احفظ القاعدة يمك. I go to school, I had gone to school. التصريف الثالث انت صرت تعرفه هسه. شوف هذه الافعال هسه هذا اللي اخذناها. مثلا اريد اقول اني ساعدت اخوي، اقول I had helped my brother. اريد اقول اني على سبيل المثال اني دعيت اخوي، او انا دعيت صديقي. I had invited my friend. لقد دعوت صديقي. هذا حدث ماضي تام. إذن الماضي التام بقاعدة هي فاعل هاد تصريف ثالث الفعل تكملة. I go to school, I had gone to school. حط الهاد. They worked at school, they had not worked at school. بالسؤال had they gone to school, had they gone to school. شوف هذه هي. بالنسبة لاستخدام الزمن فهو أبعد زمن باللغة الإنجليزية، شوية زمن بعيد، أحداث تكون بعيدة جدا. Action completed before يعني أحداث بعيدة جدا، أحداث بعيدة جدا تتم بالماضي التام، ماضي التام. كلمات الزمن أيضا هذولا ممكن تساعدنا. أنا صراحة هذا الزمن يعني كل اللي أريده من عندك تحفظ لي القاعدة مالته، تحفظ لي علي أمثلة، تعرف تنفي وتعرف تسأل. وهذا مثال. She had written a novel on humanity. He had done his homework yesterday. They had beat a bad man. She had هاي وير راح تصير هاي الوير بالتصريف الثالث من يقول لي. لا بعدنا ما أخذناها، عفوا بعدنا ما أخذناها، نسيت تاني. John had come صير مثل ما هي. Bite هذا التمرين الواجب إن شاء الله واجبكم أيضا تحلونه. وهذا أيضا ذن التدريبات أيضا إن شاء الله أريدك تحل ياهن، يعني واجبكم إن شاء الله الباكر راح يكون هذه الصفحة 33 صفحة 34. هذا ان كلنا راح يكون لنا واجبات، ويمكن شويه راح يصير صعبات عليكم، بس مو مشكله، لازم تعلمون على مود شويه تتقوى. على مود شويه تتقوى وتصير معلوماتك شويه قويه. هسه طلابنا الاعزاء، يعني اعتقد هسه انت امورك تمام. ليش؟ لنحافظ افعال شاذة، تعرف الازمنة، تعرف تنفي، تعرف تسأل. هسه انت صار عندك اساس قوي باللغة الانجليزية، معاني قوية، افعال قوية، فلا تخاف على نفسك. انت متابع وياي ومستمر، ابدا لا تخاف على نفسك. طبعا احنا اليوم عندنا الماضي التام، البارحة اخذنا المضارع التام، هسه مثلا عندنا عندك الجيف يعطي. اريد اقول باللغة الانجليزية اخوي اعطاني على سبيل المثال ماني، فلوس.
واريد استخدمها بزمن الماضي التام، مو المضارع التام، الماضي التام. فشلون راح اسويها؟ ماضي تام على الجيف يعطي، ماضي تام مو مضارع تام، ماضي اللي هو ابو الهاد. يلا انطلقوا بالتعليقات. جيد، عاشت ايدكم. الحل الصحيح: my brother had given me the money. my brother had given me the money. طيب هسه هي مضارع، اريد اسويها مستقبل، اريد اقول اخوي راح ينطيني فلوس ان شاء الله. شلون مستقبل؟ شو راح اسويها مستقبل؟ هي هاي الجمله نفسها، يلا سوي لها مستقبل. تيدكم، والله حل جميل جدا. my brother will give me the money. زين اريد اسويها مضارع او لا؟ مضارع مستمر، مضارع تام. اريد اسويها ماضي بسيط بالنفي، نفي ماضي بسيط، نفي ماضي بسيط. شلون تنفيها بالماضي البسيط؟ يلا احسنتم احسنتم. didn't الحل الصحيح: my brother didn't give me. ما شاء الله، والله ما توقعت بهذا المستوى، والله العظيم ما توقعت بهذا المستوى الراقي والجميل جدا. اتمنى لكم يا رب الموفقيه الدائمه، والله تستاهلون كل الخير. طبعا يعني حقيقة فرحان جدا بأدائكم، وشكرا جزيلا لكم.